بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا بكم أستاذ تيسير إلى استوديو الرافدين. بعد قصف الاحتلال سيارة بمدينة الشجاعية، حكومة الاحتلال تدعو لتكثيف سياسة الاغتيالات بحق مسيري الطائرات الورقية، يعني ما الذي دفع الاحتلال إلى الوصول إلى مثل هكذا تصريحات؟ بالبداية تحية لكم لقناتكم الكريمة على هذه الإضافة. حقيقة أخي، الاحتلال منذ سنوات طويلة دائما يقوم بكثير من الأمور الخطواتية، جزء منها من هذه الخطوات التي يقوم بها كان بوزارة الدفاع أو بالمخابرات الإسرائيلية الشباك أو بالموساد، جزء منها هي رسائل إلى شعبه أننا نحن نقوم بإجراء ضد الإجراءات التي يقوم بها المقاومة الفلسطينية. لسنوات طويلة كانوا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي أنهم أخرجوا سياسة كسر الأيادي لمن يلقي الحجارة، بحجة أن هذا الموضوع سوف يكون له ثمن كبير للشارع الفلسطيني فلن يقوموا بسماح لأبنائهم بضرب الحجارة. ما يقومون به الآن بإعطاء أنه سوف يقوم بتشكيل لجنة تقوم باغتيال من يقوم، دلالة أول شيء على حجم العمل المقاوم الذي يقوم به من إبداع بأفكار جديدة، بلالين طائرة وطائرات مشتعلة، هذه أدت إلى إحراق الكثير من المحاصيل في أراضينا المحتلة. والأمر الآخر هو سياسات عامة تحاول إسرائيل تصديرها للإعلام الإسرائيلي أن نحن كدولة نقوم بدورنا وقد قمنا باغتيالات وسوف نقوم باغتيالات. الأمر الرئيسي أن هذه المقاومة بأنواعها المختلفة شكلت شكل من أشكال الهم اليومي للاحتلال الإسرائيلي، ولذلك حاولوا أن يقولوا سوف يكون اغتيالات وسوف يهددوا، وأعتقد هذا لن يلين أو يغير من السياسات العامة للمقاومين الفلسطينيين باستمرار التعامل مع الأراضي المحتلة الفلسطينية أنها أراضي فلسطينية يجب تحريرها بشتى الوسائل. نعم، هل تعتقد بأن الاحتلال يحاول جر المسيرات السلمية إلى العسكرة من خلال قتل الأبرياء؟ ألو أستاذ تيسير تسمعوني؟ نعم. برأيك هل تعتقد أن الاحتلال يحاول جر المسيرات السلمية إلى العسكرة من خلال قتل الأبرياء التي يقوم بها جنود الاحتلال؟ أخي، سنوات طويلة الاحتلال الإسرائيلي دائما يريد أن يوصل رسالة أن هناك فرق بين العسكرة وبين الأمور السلمية، وحقيقة يجب أن نكون واضحين للشعب الفلسطيني، الذين خرجوا ليضربوا حجارة هؤلاء كانوا سلميين وكانوا يتظاهرون. بالقدس بعض الناس استشهدوا وهم يهتفون، في القدس بعض الناس استشهدوا وهم يدافعون عن المسجد الأقصى بالوقوف فقط. لذلك مبدأ عام يجب أن نتكلم به، هناك احتلال، هناك شعب محتل، هناك مقاومة، والمقاومة متنوعة. محاولة عسكرة الموضوع، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى فكرة العسكري ليتم الاغتيال، فهو يغتال من يريد أن يضرب حجر ومن يريد أن يلقي حجر هنا أو كلمة هنا. وأحيانا كثيرة عندنا من يعتقل في القدس وفي الضفة الغربية على بوست في صفحة الفيسبوك أو تويتر ويوضع في السجن تحت تهمة التحريض على القتل. لذلك الاحتلال بمربع الذهاب الذي يريد أن يذهب به رسالة إلى المجتمع الفلسطيني أننا سوف نقتل من يطير الطائرة لحرق أراضي الفلسطينية في داخل 48، ورسالة إلى المجتمع الفلسطيني أننا كحكومة نقوم بما هو مطلوب من أجل استنقاذ هيبة الدولة، والحقيقة أن الطائرة الورقية استطاعت أن ترعب الاحتلال. مع الأنباء التي تحدثت عن أن الاتحاد الأوروبي يمول مشروع لملاحقة عسكريين صهاينة قضائيا طبعا ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، كيف ترى الموقف الأوروبي المخالف للموقف الأمريكي؟ يعني موقف أوروبي غير معتاد. أخي، بالبداية الموقف الإسرائيلي الاحتلالي وعمليات وضباط الذين يشاركون في قمع الأسرى وفي اعتقال الفلسطينيين وتصفية المعتقلين والعمليات، من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بحقه أكان اليوم أو غدا أو بعد 100 سنة. الدول التي تقف مع الاحتلال أثبت للتاريخ أن الولايات المتحدة كإدارة أمريكانية ورئيسا للأمريكان ميزته الأول هي الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تجده يدافع عنها في كل مكان. الأوروبيين وهم من الآن على المحك، لسنوات طويلة سكتوا عن بعض القضايا، والآن نعتقد أنه من واجب الأوروبيين وغيرهم أن يضعوا القضايا التي موجودة عندهم في بريطانيا، في بلجيكا، في بعض القضايا يوجد قضايا بأسماء وضباط من الذين شاركوا بالحروب على غزة، منهم
ضباط رئاسة أركان سابق، ومنهم وزراء خارجية، ومنهم وزراء دفاع، منهم باراك، ومنهم ليبني، ومنهم بعض الضباط شاركوا بعمليات قتل مواطنين فلسطينيين بقصف عمارة كاملة. لذلك نعتقد أن الخطوة الصحيحة هي ملاحقة هؤلاء ووضعهم في السجن وتعويض المصابين والجرحى. من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ تيسير سليمان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.